اسمي حسن محمد النعامنة، مواليد 1957. حصلت على بكالوريوس لغة إنجليزية وماجستير تربية من جامعة اليرموك، ثم دبلوم أساليب تدريس، ومن ثم دكتوراه علم نفس تربوي من جامعة بغداد. بالبداية أقدم شكر طبعا إلى عائلتي، والدي رحمه الله تعالى، وبعض من أساتذتي اللي درسوني في المرحلة الثانوية، بعض منهم انتقل إلى الرفيق الأعلى رحمة الله. وبالتالي هم هذول الناس، سواء والدي وأساتذتي وسواء وأستاذي أيضا في جامعة اليرموك كان له دور. أنا بالبداية درست لغة إنجليزية، ثم تحولت بسبب الدكتور نصر العلي إلى علم النفس التربوي، هذا كان له دور صراحة كبير، وبعض المدرسين اللي درسوني في المرحلة الثانوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ولي أول الطلاب اللي بدرسوا بالمدرسة اسمه عبد الله، وإحنا من قرية حريمة. إحنا جايين عند السابق لأنه المركز هذا أنا بعطي يعني وعلمية تدريبية، وبندرس نفس الطالب إنه يبحث عن المعلومة، وما بنسوا القيم التربوية العميقة اللي يعني المفروض من الطلاب يعني تتبع. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور حسن النعامنة. بداية سعد مساك. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذي بدر أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى هذه القناة الفضائية الرائدة، وهذا البرنامج الذي يحث الخطى نحو مسيرة تقدم أردنية في سياقات الاستقلال. بهذه المناسبة لابد أن نتقدم بأسماء آيات التهاني إلى باني هذا الوطن وإلى كل قطاعات الوطن. أهلا وسهلا بكم. كلك زوج، شكرا لك. في البداية طبعا حضرتك دكتور صاحب مركز سبأ الثقافي وبالتحديد في إربد، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. نعم، اسمي حسن محمد النعامنة، مواليد 1957. حصلت على بكالوريوس لغة إنجليزية وماجستير تربية من جامعة اليرموك، ثم دبلوم أساليب تدريس، ومن ثم دكتوراه علم نفس تربوي من جامعة بغداد. عملت في البداية مدرس في الأردن واليمن، ثم عملت مشرف تربوي في الأردن والإمارات، وبعدها عملت أستاذ جامعي في دولة الإمارات وفي الرياض، ثم عدت. وبالتالي جاءت هذه الفكرة لعمل أو تأسيس ما يسمى المركز الثقافي، كونه أكثر عمل على تماس بعملنا التربوي سواء كان بالتدريس أو بالإشراف أو تدريس الجامعي. نعم بالتوفيق، بس تعرفني بالتفصيل شو هي الدورات والخدمات اللي انتم عم تقوموها بمركز سبأ؟ طبعا كما نعلم أن المدرسة هي تقوم اصلا بقضية ما يسمى عملية التعلم والتعليم والتدريس، لكن كما نعلم بأنه في المدارس يتم التوجيه التدريس إلى معظم الطلبة مستويات متفاوتة ما بين متفوقين ومتوسطين ومتدني التحصيل، وبالتالي لا ينال كل الطلبة الوقت الكافي المتاح للتعلم. وهنا جاءت الفكرة بأن يقوم هذا المركز بعمل برامج تقوية ودعم لمستويات الطلبة ومهارات الأساسية فيها، وتعويض ما يسمى بالفاقد التعليمي، خاصة فيما تم من خلال أزمة كورونا، لأنه الطلبة لم يعني يتلقوا التعليم الكافي، وبالتالي أصبح هناك في فجوة بما يسمى المهارات الأساسية. ونحن نعلم في مجال التربية أن التعلم يبنى على تعلم والنجاح يبنى على نجاح، فإذا لم يتمكن الطالب من المهارات الأساسية سواء في المواد الأساسية اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات، لا يستطيع أن يستقبل التعلم الجديد. فجاءت فكرة هذا المركز
بتنفيذ ما يسمى برامج تقوية للطلبة بالمراحل الأساسية من الصف الأول حتى الصف الثالث، ومن المراحل الأساسية الأخرى من الرابع حتى الأول ثانوي، ثم ما يسمى دروس تقوية في المواد الأساسية للصف الثالث الثانوي التوجيهي وإعدادهم لامتحانات الوزارة. نعم. شو اللي عم بيميزكم عن المراكز الثانية؟ أتوقع هنا رؤيتنا في هذا المجال اللي بتتمثل بإعداد الطلبة والمتدربين للتكيف السوي مع متطلبات الحاضر والمستقبل، والرسالة تمكين المتعلمين من متطلبات التحصيل الدراسي والتفوق وامتلاكهم المهارات العلمية والعملية والحياتية والتميز فيها. بمعنى لسنا فقط نقدم برامج تقوية للطلبة، الفئات المستهدفة عندنا طلبة المدارس ثم طلبة الجامعات ثم المعلمون الذين يتعينون في السنوات الأولى، نقدم لهم برامج، ثم المجتمع المحلي. فنحن الآن نبدأ على مستويات، بدأنا بطلبة المدارس، نقدم لهم هذه البرامج التقوية والدعم والمساندة والإعداد للامتحانات العامة. نبدأ بطلبة الجامعة بحيث أن نساعدهم في عملية الترجمة وعمليات التقوية وعمليات البحوث، ثم نبدأ بالمعلمين طبعا في السنة القادمة إن شاء الله، الذين تعينوا حديثا بيحتاجوا إلى تأهيل تربوي، وممكن نستعين إحنا بالزملاء أصحاب الخبرة والاختصاص بتقديم لهم خبرات في مجالات التخطيط الدراسي وأساليب التدريس والتقويم وغيرها. نعم. بس ولا ننسى أيضا المجتمع المحلي، ممكن نقدم له برامج في اللغة الإنجليزية، ممكن نقدم لهم مهارات حاسب ما يسمى العالم الرقمي والافتراضي، ممكن نقدم برامج في الاستقرار العائلي وحل الخلافات الأسرية، أو مهارات التواصل الفعال، أو إدارة الوقت، أو التخطيط المهني والمشروعات. هذا للمجتمع، لكن هذا في مستويات يعني متقدمة شوي. نعم. بس تحكي لي شوي عن أهم المشكلات اللي أنت واجهتها مع الطلاب، وخصوصا بعد انتهاء جائحة كورونا. هو الإشكالية، أول مشكلة قضية الوقت، لأنه طلبة المركز هم بيكونوا أصلا طلبة في الصباح، في الفترة الصباحية في المدرسة، فبالتالي يعني يخرج من المدرسة متأخرا ساعة واحد ثنتين، بيرتاح نصف ساعة أو ساعة وبيلتحق بالمركز. هذه إشكالية، يصل الطالب شوي منهك، ما بأخذ القسط الكافي. هناك للأسف يتم التركيز في بعض المدارس على ما يسمى المحتوى الدراسي. احنا هنا نركز على المهارات الأساسية، لأن هناك زي ما تفضل قبل شوي حكينا أنه في فجوة في ما يسمى بالمهارات الأساسية. مثلا احنا نعود الطلبة على ما يسمى مهارة القراءة، مهارة الاستماع، مهارة الكتابة وهكذا. المشكلة الثانية حليناها احنا بالمواصلات، الطلبة بيجوا من أماكن مختلفة، فوفرنا لهم باص يعني فبينقلهم من أماكنهم إلى المركز، ومن ثم في العودة يعني برجعهم. القضية الثالثة هي قضية عدم أحيانا اقتناع بأنه لدى أولياء الأمور بأنه هو دور المدرسة هو الذي يقوم بهذا الدور، فلا ضرورة أنه أنا أبعث ابني إلى المركز. لا، احنا نقدم شيء مختلف عن المدرسة، نحن نرفض المدرسة وندعمها وبالتالي ونعزز نجاحات الطالب في المدرسة، فلسنا مختلفين عن المدرسة احنا تماما يعني. نعم. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ لو قدر لي هذا الشيء، طبعا بعد تقديم آيات ما يسمى الانتماء وآيات الولاء والشكر والتقدير، لابد ان نعزز المسيرة الوطنية التي وصل إليها الأردن في هذه المئوية الأولى والدخول الآمن في المئوية الثانية من خلال إنجازات يشهد لها القاصي والداني والقريب والبعيد والعالم كله. فهنا لابد من تعزيز هذه الإنجازات والدخول في المئوية الثانية بإنجازات على مستوى أكبر بحيث تصل إلى كافة شرائح المجتمع. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أنا بالبداية أقدم شكر طبعا إلى عائلتي، والدي رحمه الله تعالى، وبعض من أساتذتي اللي درسوني في المرحلة الثانوية، بعض منهم انتقل إلى الرفيق الأعلى رحمة الله، وبالتالي هم هذول الناس، سواء والدي
وأساتذتي وسواء وأستاذي أيضا في جامعة اليرموك كان له دور. أنا بالبداية درست لغة إنجليزية ثم تحولت بسبب الدكتور نصر العلي إلى علم النفس التربوي، هذا كان له دور صراحة كبير، وبعض المدرسين اللي درسوني في المرحلة الثانوية. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع مركز سبعة؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم بإربد وطرق التواصل؟ إحنا موقعنا لواء بني كنانة طبعا اللي هو تابع لمحافظة إربد، الموقع اللي هو مثلث سمر روسان الإشارة الضوئية باتجاه ما يسمى طريق ملكة. هذا المبنى كان مبنى سابق بمحكمة محكمة بني كنانة، الآن إحنا الطابق الثاني لمبنى مديرية مالية بني كنانة. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين أود أن نشكر الدكتور حسن على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت ساعتنا.